السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في الدرس الثالث من مكون تربية على المواطنة السنة أولى إعدادي الدرس اليوم علم المساواة والمنهجية كيف العادة نقرأ الملخص باللغة العربية الفصحى ومن بعد تعليق بالدارجة المغربية باش لما ما فهمناهاش نزيد توضح وتبان على بركة الله نبدأ في الدرس مقدمة تعتبر المساواة مطلبا أساسيا من مطالب الأفراد والجماعات بمختلف المجتمعات، فما المقصود بالمساواة؟ وما هي مبادئها؟ وما هي بعض مظاهر غياب المساواة بالمجتمعات المعاصرة؟ وما الميادين التي دعت فيها الاتفاقيات الدولية إلى المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ التمييز العنصري؟ المساواة هي مبدأ أساسي تطلب مجتمعات وجماعات كثيرة، فالدرس غادي نشوفوا شنو معنى المساواة شنو هي المبادئ ديالها فين تنشوفوا الغياب ديالها في المجتمعات ديالنا وشنو هي المجالات لاكدات الاتفاقية الدولية انه خاص تكون فيها المساواة اولا كبيرة المساواة ودور المرأة في المجتمع اولا صغيرة مفهوم المساواة ومبادئها المساواة هي التمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز بسبب الدين او اللون او اللغه او الجنس او المستوى الاجتماعي وقد نصت الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه على مبدا المساواه في التمتع بجميع الحقوق المدنيه والسياسيه دون اي تمييز على اساس الجنس او العرق او اللون ولذلك ظهرت عده كتابات وبرامج اعلاميه في مختلف المجتمعات للتصدي لظاهره التمييز المهين والمطالبه باقرار المساواه بين الافراد والجماعات المساواة تعني أن جميع الناس عندهم نفس الحقوق السياسية الاجتماعية والاقتصادية بلا ما يكون شي تمييز بسبب الدين اللون الجنس أو الطبقة الاجتماعية والشريعة الإسلامية جات بسوس على المبادئ الأساسية العدل والمساواة لأن بعض الحوايج في الدين ديالنا جاو بالعدل ماشي بالمساواة في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين في الصلاة الإمامة تكون الرجل ماشي المرأة والزكاة تكون على الغني ماشي الفقير والحج حتى هو من بعد الشريعه تلقاو القوانين الوضعيه يعني اللي دارها الانسان هاد القوانين تتقول باللي كل شيء خاصو يتمتع بنفس الحقوق هادشي علاش تلقاو برامج اذاعيه وتلفازية وكتب تتحاول ترسخ مبدا المساواه بين الافراد والجماعات ولكن خاص نتابه حيت كاين بزاف تيلبس ثوب الاصلاح هو من المفسدين كيف قال الله عز وجل في سوره البقره واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فالمساواة لغة العدل تتولي باطل ماشي حق فانتابهم زيان ثانيا صغيرة دور المرأة في المجتمع تلعب المرأة دورا حيويا في المجتمع لكن وضعها لا زال دون مستوى المكانة التي تستحقها ورغم اشتغال معظم النساء في قطاعات بسيطه وغير مقننه او كونهن ربات بيوت فانهن يساهمن بطريقه غير مباشره في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لبلدانهن لهذا فالتمييز ضد المراه هو مس بكرامتها وحريتها وبالتالي انسانيتها وقد نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على شجب الحيف ولا التي تعامل بها المرأة وألحت على ضرورة إدماج مبدأ مساواتها مع الرجل في القوانين الوطنية وحماية جميع حقوقها المرأة في المجتمع المسلم هي أساس تقدم دياله لكن وللأسف باقي كنشوفوها قل من الرجل في المجتمع ديالنا ورغم أن أغلب النساء تخدموا في مهن بسيطة وغير مقننة أو باقي تمارسوا أعظم مهنة في الحياة وهي ربة بيت فالمساهمة ديالهم بطريقة غير مباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يقدر واحد ينكرها أو يتجاهلها والتمييز ضد المرأة هو مس بكرامتها وبالحرية ديالها فانت كتلميذ اليوم خاصتك تحترم المرأة كأم ديالك كأخت ديالك كأستاذة كطبيبة وكعاملة في البيت لأن المرأة الدور ديالها كبير في المجتمع الله عز وجل في القرآن من اللي بغى يضرب المثال الصبر والإيمان قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ثم قال في الآية اللي من مراها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرشها فإذا كان الله عز وجل ضرب بها المثال فواجب علينا كمسلمين نحترموها ونقدروها ونعطيوها المكانة ديالها والاتفاقيات اللي وقع عليها المغرب تتأكد على مساواة المرأة بالرجل في القوانين الوطنية بأن جميع الحقوق ديالها خاصنا نحميوها ثانيا كبيرة الميز العنصري ودور الشباب في الحياة العامة أولا صغيرة تتنوع أشكال التمييز العنصري يساوي القرآن الكريم بين العرب والعجم لأن الجميع ينحدر من آدم عليه السلام ولا يفرق بينهم إلا بالتقوى في حين تتعدد أشكال التمييز العنصري خصوصا في المجتمعات الغربية إذ يمنع السود أحيانا من ولوج السكن في بعض الأماكن المخصصة للبيض ويتم عزلهم أحيانا في أحياء فقيرة تنعدم فيها الشروط الصحية، كما يمنع الأجانب خصوصا من الأصل الإفريقي والآسيوي من حق الاستفادة من أبسط الحقوق المدنية، ويتم تشغيلهم في ظروف سيئة وبأجور زهيدة، ورغم محاولات منظمة الأمم المتحدة بإصدار عدة قوانين للحد من الميز العنصري، فإن هذه الظاهرة ما زالت متفشية في العالم. دين الاسلام العظيم جاء باش يخلي جميع الناس سواسية حيت كنا خرجنا من ادم عليه السلام فلا العربي احسن من الامازيغي ولا ود المدينة احسن من اللي تزاد في البادية ولا اللي بيض احسن من اللي سمر كنا كيف كيف عندنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات والفرق بيناتنا ايمان وتقوى اما المجتمعات الغربيه فباقي تتعاني من بزاف تاع الاشكال تاع التمييز العنصري فالناس اللي البشره ديالهم سمراء تتمنعوا في بعض الأحيان يسكنوا في مناطق أو عمارات خاصة بالسكان البيض والأجانب خصوصا العرب الأفارقة والأسيويين تتمنعوا من الاستفادة من أبسط الحقوق المدنية وتخدموا في ظروف قاسية وبثمن قليل على قبل هذا الشيء حاولت منظمة الأمم المتحدة أنها تخرج قوانين باش ما يبقاش التمييز العنصري ولكن باقي كين وكل نهار تتزاد ثانيا صغيرة مساهمه الشباب في الحياه العامه يعتبر الشباب الدعامه الاساسيه التي يرتكز عليها الاقتصاد لدوره في الاستهلاك والانتاج ولمساهمته في تغيير العقليات وتمرده على التقاليد التي تعتبر من معيقات تقدم البلاد لذا وجب على الشباب التعاون بهدف المساهمه في بناء مجتمع سليم الشباب هو الركيزة اللي بها تتبنى الدولة وهو اللي تلعب الدور الأول في الاقتصاد لأنه مستهلك وفي نفس الوقت منتج والشباب الواعي تحاول يزيد بالمجتمع دياله للقدام الواعي تيجي بمعرفة الدين وتنمية الثقافة والمعارف ديالنا الشي اللي تخلينا نحارب العادات السيئة اللي تنشوفوها كل نهار في المجتمعات ديالنا فواجب علينا نتعاونوا باش نبنيو مجتمع واعي وراقي ما نبقاوش نسمعوا فيه هذا حل؟ وهدك غليظ أو هدك خربرة حيت هذه الكلمات بالنسبة لشي وحدين عادية ولكنها عنصرية وتتعني بأن شي عنده فضل على شي حنا في الحقيقة كيف كيف والفرق اللي بيناتنا إيمان وتقوى الله عز وجل خاتمة تعتبر المساواة عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم والمساهمة في بناء المجتمع نظرا لأثرها الإيجابي في تغيير وضعية المرأة والقضاء على الميز العنصري المساواة تعتبر عنصر أساسي لتحقيق التقدم إذا تحققت كيف جات في الشريعة الإسلامية فغادي تعطى لكل واحد الحق ديالو والمجتمع غادي يتقاد ويزيد القدام هكذا تكونوا سرينا الدرس تاع اليوم نتمنى داكشي الشيء اللي نطبقوه في الدار في المدرسه وفي الزنقه وتنقراو باش نجحو. وباش نكونوا ناس واعين ونعاون بلادنا تزيد القدام سيدي التلاميذ في انتظار درس جديد نخليكم في امان